باش بومبي. يلا انا بطل. الو في اطار الحمله اللي كتقوم بها الولايه ديال طنجه باشراف من السيد الوالي وبتنسيق مع الولايه وبامر من السيد الوالي المهنيين ديال ارباب الحافلات ديال طنجه كيقوموا بواحد الحمله احترازيه ووقائيه ديال تعقيم الحافلات من اجل المساهمه في الحد من انتشار هذا الوباء اللي هو معروف على الصعيد العالمي. ولله الحمد تكاتف الجهود ديال المهنيين وبالمساعده ديال الولايه قمنا هذا الصباح هذا بهذا الاجراء الوقائي بتعقيم الحافلات باش نكونوا حتى حنا ساهمنا، لان هذه بلادنا ولا ما ساهمناش فيها حنايا كمهنيين وكل واحد من موقعه راه هذا الوطن ديالنا وضروري خصنا نقوموا بهذا العمل هذا. لا هذه العمليه ان شاء الله يا ربي هذه غير البدايه، غادي تعقموا الكيران كاملين وغادي تكون عمليه مسترسله ابتداء من اليوم، وغادي تكون التعقيم اي كار دخل او لا خارج من الانطلاقه ديالو غادي يتعقم غادي يخرج، غتبقى متواصله هذه العمليه هذه ان شاء الله يا ربي حتى تجي يصدروا اشعارات من عند السلطات المختصه باش توقف العمليه. شكرا جزيلا. شكرا. اولا كنشكر بعدا الطاقم الصحفي اللي حاضر معنا هذا النهار هذا، وذلك جاء بناء على عدة مشاورات واعدادات قبليه مع ولايه جهه طنجه تطوان الحسيمه في شخص الكاتب العام تا هو مشكورا. وكيف ما كتشوفوا معنا احنا بدينا اليوم اول عمليه ديال الوقايه من يعني الحد من انتشار ظاهره كورونا او كوفيد 19 كيف ما يصطلح عليه. وكيف ما كتشوفوا احنا يعني الحمد لله تجهزنا بعده اليات لوجستيكيه والحمد لله عندنا مخزون كافي يعني اللي نقدروا نخدموا به في هذا المرفق العمومي والحيوي اللي كيعرف واحد النسبه عاليه ديال يعني استقطاب ديال السكان لا محليا ولا من خارج المدينه. وكنحاولوا ما امكن بهذا البرودوي اللي كنتعاملوا به اننا نحدوا يعني اذا كانت عندنا مليون خليه يعني سامه ولا ضاره نقدروا نوصلوا في خلال دقيقه واحده اننا نقضيو عليهم ونبقاو في 100 خليه والله يجيب الشفاء وشكرا لكم.